عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا أول ما شفت MBC مصر بصراحة فرحت جدا لأني حسيت أن مصر هنا موجودة معنا. فربنا يتقبل مننا جميعا إن شاء الله بإذن الله ويجعله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور إن شاء الله. وربنا يتقبل دعواتنا كلها إن شاء الله بإذن الله. وبجد أنا فرحانة جدا لأن ما كنتش مصدقة أن ربنا اختارني. وبجد بجد الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام أن ربنا اختارني النهاردة. الحمد لله والشكر لله. جزاكم الله خيرا وفرحانين إن مصر معنا.